يعني وقفتنا اليوم هي امتداد لكل الوقفات ولكل الأنشطة المساندة والمشاركة للحركة الأسيرة في نضالها المرير ضد طغمة الأشرار الحاكمة في إسرائيل، هذه الحكومة الفاشية التي تفعل سياسات إجرامية بحق الأسرى. نتوقف اليوم ونركز على قضيتين هامتين، أولا قضية الأسرى المرضى من خلال قضية الأخ عاصف الرفاعي الذي تعرضت صحته إلى تدهور خطير وهو يعاني من مرض خطير يهدد حياته، كذلك الوضع الخطير الذي وصل إليه الأسيرين البطلين كايد الفسفوس وسلطان خلوف في إضرابهما المستمر منذ 50 يوما في مواجهة قانون الاعتقال الإداري الجائر وفي ظل سياسة إجرامية تمارس بحقهما وهما يعني رهن العزل الانفرادي الذي ترافقه إجراءات تنكيلية مستمرة. آخر التطورات الحقيقة هي كانت تطورات مفاجئة للجميع حتى لعاصف نفسه. هاي التطورات كانت يوم الأربعاء مساء الأسبوع الماضي بنقلوا عاصف من مستشفى الرملي أو بما يسمى مستشفى الرملي لمستشفى سافروفي بشكل طارئ، فهناك مباشرة إنهم بيعملوا له عملية بيكتشفوا إنه معاه ورم جديد بالإضافة للأورام الموجودة، فهذا الورم طالع في مسلك البول. طبعا من 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 ضخامة الورم تفجر مسلك البول عنده، طبعا هو كان متفجر مسبقا والدليل انه صار عنده تضخم في الكلى، احدى الكلى وقفت كل وظائفها بالكامل بالمطلق، ما في اي وظيفة منها بتشتغل، فبيعمل له عملية فبفوتوا بربيش على كليته بيطلعوه من 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 خسرته من اجل التنظيف. والإجرام الحقيقي اللي صار في هذاك اليوم انه عملية بشكل هذا بنج كامل بخلصوا عمليته في نفس الليلة بعودوا برجعوه على سجن الرملي. ما في الا مطلب واحد الافراج عن عاصف فورا بشكل فوري.